أنا والدته لعيسى. عيسى من هو صغير ما كان يحب المدرسة، يحب وين في هيك عربية وين في بسكليت يقعد يفكها يشيل منها قطع يحطها على جنب، لما يجوا رفقاته هنو عم يلعبوا بسكليتات يقوم تخرب معنى البسكليت يقعد هو يصلح لهم إياها. أنا مش دارس، معي أول متوسط، ماني شاغل بطيارة ولا بحياتي شايف طيارة لا هليكوبتر ولا جيروكوبتر. كان في صعوبة كتير لجمع القطع وجيب القطع. قطع هي عبارة عن قطع موتوسيكلات، سيارات، بسكليتات، كل شيء بيختص من ألمنيوم، من حديد، من دورة. وعنا هون ما بتدور غير ما ندعس فريم. أكيد ما بتبرم. إذا فيها عطل فني لا سمح الله صار في حريق شرايط، كل شيء بعلم عندي هون، عندي أحمر، عندي أوكي، عندي كل شيء. أكلت معه الشغل تقريباً شي سنة وثمان أشهر، بس أي كين كان يشتغل فيها، كان يشتغل فيها من بعد ما يجي من شغله. كل هيدا اللي سوينا اللي عملنا بجهد الفردي من دون مساعد حداً، لا شخصياً ولا معنوياً ولا مادياً ولا بأي شيء.